بدنا نحكي عن ترتيب الاعداد التصاعدي. بحكي لي رتب هاي الاعداد التصاعديه. اول شيء لما بدي ارتب الاعداد التصاعديه من الصغير للكبير، هلا اول شيء بدي اجي اقارن بينهم. عشان اقارن بينهم لازم يكون عددهم المنازل العشريه متساوي. هون 3، هون 2، هون 4، هون 2. رح اخليهم كلياتهم على اكبر واحد، يعني لازم كلهم يصيروا 4 منازل. هون رح اضيف صفر، هون رح اضيف صفرين، هون رح اضيف صفرين، صاروا كلهم 4 منازل. هلا ببلش اقارن من اليسار لليمين. هون 8، 6، 6، 6، هاي 8 اكبر وحده، انا بدي اصغر وحده تصاعدي من الصغير للكبير. من اصغر وحده بدور على الاصغر. هون 6، 6، 6، 4، 9، 5. من اصغر الاربعه ولا التسعه ولا الخمسه؟ الاربعه اصغر، رح تكون 6421 من 4000 اصغر من هاي. خلصنا منها. مين اصغر؟ هاي ولا هاي؟ خلينا نشوف. 6، 6، 9، 5. مين اصغر؟ الخمسه اصغر، فرح احط 6570 من 10000 اصغر من 6900 من 10000 اصغر من اكبر وحده. 8000 من 10000. هلا رح ارجع كل وحده لاصلها. هاي مكتوب بنفس الشيء 6421 من 10000 اصغر من هاي. اصلها 657 من 1000. 657 من 1000 اصغر من هاي. اصلها 69 من 100 اصغر من 80 من 100. رجعتهم هيك ترتيب تصاعدي. تصاعدي يعني من الصغير للكبير.